صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بدأ الاجتماع الثاني للمفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مقر قيادة القوات الدولية اليونيفيل في الناقورة، وذلك في حضور الوسيط الأمريكي والراعي الأممي الذي يدير اللقاء والوفدين اللبناني والإسرائيلي. وللمزيد تنضم إلينا من الناقورة الزميلة نانسي صعب. نانسي، صباح الخير. يعني انطلقت الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية على أن تعقد جلسة ثالثة للمفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية غدا الخميس، فكل التفاصيل والمعلومات لديك، تفضلي. لترسيم الحدود البحرية طبعا من بعد ما كانت أرجئت هذه الجولة من يوم الاثنين لليوم، يعني تقريبا أرجئت 48 ساعة ولأسباب تقنية حسب ما أفيد. طبعا البعض ربطها ب يعني مطلب الوسيط الأمريكي جون دي روتشر اللي عم بحل بدل ديفيد شانكر اللي كان حاضر الجولة الأولى من المفاوضات، بوقت الوسيط الأمريكي سيتابع هو حضور الجلسات. طبعا هيدا وساطة أمريكية برعاية الأمم المتحدة. وخلينا نشير صاملة إلى يعني الاجتماع طبعا يعقد بنفس المقر يلي بتعقد فيه اللجنة الثلاثية اجتماعاتها بالناقورة. طبعا صاملة الوفد اللبناني معروف، يضم العميد الركن الطيار بسام ياسين، العقيد البحري مازن بصبوص، الدكتور نجيب مسيحي كخبير قانوني، والمهندس وسام شباط عضو هيئه اداره قطاع البترول. طبعا الوفد اللبناني مثل ما كنا عم نقول يخوض مفاوضات تقنيه غير مباشره باميلا برعايه الامم المتحده وبوساطه وبوساطة أمريكية. هذه المفاوضات طبعا يلي عم يتبعها أو سيطلقها أو يتمسك فيها الجيش اللبناني عبر الوفد اليوم يلي موجود بالناقورة من الخط يلي كان وضعته دراسة شارك فيها العقيد البحري مازن بصبوص، وطبعا تمت الموافقة عليها. تنطلق عمليا من يعني اتفاق الهدنة 1949 وأيضا اتفاقية بولي نيوكومب بالعام 1923، والأهم هو قانون البحار باميلا يلي بيحمي كل الحقوق للبنان. هيدا الخط يلي بينطلق منه الوفد اللبناني بالمفاوضات لاستعادة كامل حقوق اللبنانية، لا سيما أيضا من بعد كمان خطأ كان سجل بترسيم مع الأبارسة بالعام 2008، وهون صار الخطأ بإفقاد لبنان يعني عدد من الكيلومترات المربعة. المنطقة المتنازع عليها عمليا يلي بدأ البحث فيها هي بيتوسط خط فريدريك هوف المرفوض لبنانيا، وبيتوسط خط إسرائيلي يقتطع حوالي يعني 860 كيلومتر مربع من حقوق لبنان. وإذا ما انطلقنا من النقطة يلي الجيش اللبناني والوفد اللبناني سينطلق منها، منكون عم نحكي عن إضافة ما لا يقل عن 1400 كيلومتر مربع عن المنطقة المتنازع عليها، بانتظار طبعا ما ستؤول إليه نتيجة هذه المفاوضات وما ستنتهي إليه. ومثل ما كنت ذكرت باميلا، معلوماتنا كانت أفادت أنه غدا أيضا ستعقد جولة ثالثة من المفاوضات التقنية غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة الجولة الثانية من المفاوضات يلي يفترض خلالها أن يسلم كل طرف خرائطه إلى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تعمل على تسليم كل طرف خرائط الطرف المقابل، واللي على أساسها بتبدأ كل عملية التفاوض من الأجوبة وكل ما إلى هنالك. باميلا. يا زميلة نانسي صعب، سنعود إليك برسائل تباعا لمواكبة كل التطورات.
وصل وفد روسي رفيع صباح اليوم إلى مطار بيروت الدولي على متن طائرة عسكرية روسية ضم عددا من الدبلوماسيين والعسكريين برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافروتوف وسفير روسيا في سوريا في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يوما واحدا. يجري الوفد خلالها محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالبحث في عقد مؤتمر دولي حول إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا. أمنيا، أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة للحد من عمليات تهريب الأدوية المدعومة إلى خارج الأراضي اللبنانية، تمكنت من تحديد مكان الشقة التي تستخدم لتخزين الأدوية. على الإثر داهمت قوى من المكتب الشقة في محلة الروشة وضبطت كمية كبيرة منها، ولا سيما أدوية لعلاج مرض السرطان، وأوقفت كلا من ميم ميم مواليد عام 1987 مصري، عين طه مواليد عام 1982 مصري الجنسية أيضا، كما تم تحديد هوية الشخص الذي يعمل على تأمين هذه الأدوية لهما بهدف تهريبها إلى الخارج، ويدعى حاء مواليد عام 1991 لبناني الذي أوقفته قوى من المكتب بالتنسيق مع شعبة المعلومات وبالتحقيق معه. اعترف أنه كان يتواصل مع شخص من الجنسية المصرية خارج لبنان بهدف تأمين الأدوية له وتهريبها إلى الخارج، وأنه يستحصل عليها من شخص لبناني، وأودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته. أكد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيكون هناك انخفاض بالأسعار وبالأخص الأجبان ومواد التنظيف ومصحيق الغسيل. من جهته قال نقيب أصحاب السوبر ماركات نبيل فهد في حديث لإذاعة صوت لبنان: الأسعار التي نعمل بها هي وفق لوائح التي تأتي إلينا من الموردين ونحن نلتزم بها 100%. مضيفا: هناك بعض الأصناف من الأجبان انخفضت أسعارها، والمنتجات الوطنية أو المستوردة أسعارها مبررة بكلفتها. ختام الموجز، فاصل ونعود لمتابعة برنامج يوم جديد.